على مقربة منهن تسقط القذائف، وفي أي لحظة قد لا يتمكن من العودة إلى منازلهن، لكن ذلك لم يمنع استمرارهن من المجيء كل يوم وتلقي الدروس الجديدة ومحاربة الأمية. تنتشر في مدينة تعز المحاصرة مراكز محو الأمية، متخذة من مباني ملحقة بجوامع المدينة مقرا للتعليم. احنا منطقتنا دائما بتشوف القذائف متواصلة للمنطقة، نحاولنا الآن نفتح بالفترة الصباحية برغم أنه دائما محو الأمية يشتغل بعد الظهر، نحاول لو نحصل حتى على ساعة أو ساعتين ندرس في به. ولا تلتفت الملتحقات بدورات محو الأمية إلى المخاوف الكثيرة المحيطة بهن، بل إن تلك الأخطار تحولت إلى دوافع في زمن الحرب. حبينا أن احنا نتعلم وجينا فترة الصباح لأنه الضرب مستمر دائما صباحا ومساء، الضرب على مدار الوقت، ما نقولش في الصباح أو في العصر أو في الليل، يعني على مدار الوقت الضرب. فإحنا نجي في الصباح والضرب ماشي، ولكن من شان نتعلم ونفيد أنفسنا وأولادنا إن شاء الله، فإحنا مستمرين إن شاء الله. حين تنتهي الحرب ستكون هؤلاء النسوة قادرات على المشاركة في بناء المدينة والمساهمة في إخراج غيرهن من ظلمات الجهل وعتمة الأمية إلى نور العلم الذي أشرق عليهن بينما يقتتل الآخرون بالخارج.